اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي من المطبخ الصيني، ونروح على سور الصين العظيم نشوف ايه الاشهر الاكلات، ونشوف الصين دي عايشه ازاي بالاكلات اللي بتاعتهم والفليفر. ما يسمعوش حاجه عن المسبك، طاجن باميه باللحمه الضاني لو شافوه يضربوا له تعظيم سلام. احنا ما نستغناش عنه، ولكن في تفاصيل في المطبخ الصيني للامانه بيعجبني، لانه دايما هيلثي، يعني الاكل بيكون مش مسبك، ما فيهوش زيوت كتيره، ما فيهوش سمنه كتيره، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. تعالوا مع بعض، هتعمل لنا ايه يا شيف النهارده؟ الفلسفه النهارده بتقول لك ان المطبخ الصيني يعني صويا صوص وزيت السمسم والوسابي صوص. التلاته دول موجودين شايفهم قدام عينيا، يبقى النيه هنا نيه مطبخ صيني، والطعم هيكون طعم صيني. طيب معايا لحمه مفرومه النهارده، فعايز اعرف الصينيين ازاي ياكلوا الميني حواوشي بتاعنا، الاكله الشعبيه بتاعتنا، الحواوشي صغير وكبير ايا كان باللحمه. احنا هنعمل النهارده الميني الحواوشي بالطريقه المصريه ولكن الطعم الصيني، عشان نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا نودلز النهارده اللي هي الشعريه الرفيعه والشعريه العريضه، ده بتتصنع من الرز طبعا، هنعملها مع الخضار هيلسي، يعني تشكيله من الخضار من خير ارضنا، جزر، كوسه، بتنجان، انواع مع النودلز، لها تفاصيل هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معايا كمان فراخ النهارده، ومعايا برتقان. يا برتقان يا ابن عم اليوستفندي، هنعمل البرتقان ده مافن بالدجاج ولكن بالطعم الصيني، برضو ليه تفاصيل جوه كده وفيها خبره طهويه، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. حاضر، مقادير النودلز على الشاشه. معانا شعريه صيني او مكرونه صيني، ومعانا تشكيله من الخضار وصويا صوص وزيت السمسم، وطاسه على نار شديده الحراره في انتظاري. بس خلاص، تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. ومعايا الميه اللي بتغلي على النار اللي سالي فيها الفراخ مسبقا. نقفل الفرن ولا خلينا اهو؟ بص يا تمام. طيب هتطلع دول عينيا. ده تعبانين عليه، ده تعبانين عليه، ده مش عايز اقول لك. استوى. الله عليك يا عم الشيف. صور الصورة دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي مكانها هنا كده على ما تشوف الدنيا معانا ايه. حلو قوي، ميني حواوشي، الحشو لحم ضاني والطعم صيني ولكن بإبداع مصر. تعالوا مع بعض نشوف موضوع النودلز ده كده سريعا، ونهدي الزيت بتاعنا. حلوة طاسة شديدة الحرارة تمام زي الفل. معايا مية بتغلى على النار بنحطها هنا كده، وناخد النودلز بتاعتنا الجميلة الحلوة دي كده اهيت، اللي هي الشعرية اهي اهي، بناخد شوية منها. دي في أي محل بتاع السوبر ماركت اللي هو الكبير، يعني بيبقى سوبر ماركت كده في حاجات بتتجاب، بتلاقي الحاجات الشعريه دي موجوده فيه او القسم الصيني عموما يعني. حطيتها في ميه مغليه، الميه دي هستفيد بيها مع الخضار بتاعي زي الفل. بستخدم هنا شويه زيت عادي الاول قبل زيت السمسم. اخواننا في الصين بقى الاكل بيكون سريع، ما بيستنوش على الخضار لما يتسبك. الفص التوم الحلو ده كده، بصلايه الناعمه دي كده، الخضار بتاعنا اللي متقطع الجميل الحلو ده كده، واحده واحده، كوسه، جزر، كوسه، جزر، كل دول مع بعض، فلفل الوان، يلا عايزه تحط بتنجان مفيش مشكله حسب الرغبه. حلو الكلام. طيب هنعمل ايه يا عم الشيف؟ كل دول مع بعض. الطبيعي ان عندي شوربه، الشوربه بتاعه الفراخ او شوربه البوكي جارنيه اللي انا مجهزه، اللي انا بسلق فيه الشعريه. باخد شويه كده،
خلص الطبق ده واسيبه على النار كده شويه تقليبه صغيره. ده المطبخ الصيني يا اخوانا، ما بياخدش وقت خلاص. الخضار بس ياخد لون كده باشكاله الحلوه، تنزل عليه الشعريه البيضه، يبقى ميكس من الالوان لطيف وحلو. في كذا طريقه بقى لتقطيع الخضار، اخواننا الصينيين شاطرين فيها قوي، عندهم ادوات حاده او سكاكين خاصه للحاجات دي كلها. تمام، ده كده تمام زي الفل. تعالوا نطلع مع بعض المافن بتاعنا عشان وقتنا قرب يخلص واحنا شغالين كده. نوسع الدنيا. خلي السمسم ده نحتاجه بعد شويه. اخلي لك الحواوشي هنا حبيب قلب. عيش يا باشا، حلو قوي. تمام، حطي بقى سلايز ليمون اذا احنا حابين كده مع بعض، دايما بنحب الليمون مع الحاجات دي. لسه البرتقال اللي قدامي ده هشرح دلوقتي ايه اللي اتعمل هنا، بس حابب اطلع المافن دلوقتي حالا. ده برتقال، قصدي ليمون، الشكل ده كده حلو. عود روزماري او عود نعناع، ده الطبق الحواوشي بتاعي بشكل جديد، حلو قوي. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اطلع بالافكار الجديده. والله ما هشيل، مش من جنبها، انا عندي شغل هنا. نجيب الطبق الصيني بتاعنا عشان خلاص كده احنا عندنا طبق واحد هنغرفه وخلص الكلام. اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ الشعريه بتاعتي الجميله الحلوه اهي، يلا صلي على الحبيب. دي الشعريه اهي، بتنزل في قلب الخضار كده. شعريه بيضه مصنعه من دي الرز. دي ما فيهاش بيض، خلي بالك، فبتاخدش وقت كتير في السوى. دي ميه مغليه بتطلع معاك على طول. استخدامنا للصويا صوص مهم جدا. زي الفل. تمام، صويا صوص، زيت سمسم بيدي فليفر عالي وبيعلي الطعم والتست، شويه كزبره، الصينيين بيحبوا الكزبره، اساسي، كرفس عندهم اساسي. ده عود روزماري بشيله. الطبق ده جاهز اهو. شوية الخضار هنا بقى مالهمش حل، الجزر مع الكوسه، ممكن تحط بروكلي، ممكن تحط بتنجان، فلفل الوان، بطاطس لا مش مرغوبه هنا. ناخد الطبق بتاعنا ده كده مكانه هنا. وخلص المطبخ الصيني. الله عليك، اوعى تحطي ملح، خلي بالك تنسي. الجردش بتاع الطبق ده حاجه واحده بس، ايه هي؟ شويه سمسم كده وزي الفل. مطبخنا النهارده فيه تفاصيل كتيره، في رؤية، في فن، في إبداع، من اللي بيقول؟ حضراتكم اللي بتقول. عملنا البرتقال مافن داخله من جوه هرم غذائي، إذا كان بروتين أو كالسيوم أو معادن. عملنا الميني حواوشي بتاعنا، الأكلة الشعبية اللي إحنا ما عارفينها كلنا بناكلها، عملناها بطعم الصين النهارده ولكن بخفة أيادي مصرية. عملنا الطبق الصيني المشهور في الصين اللي هو النودلز مع الخضار، أو في اليابان برضه بطعم صيني بطعم مصري، لأن الخضار من الأرض الطيبة مصر. رؤية، فن، إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
الله.